مرحبا بكم، تحية لكم من جديد. الناس الكل في فيديو لايف جديد كما تعودتوا كل ليلة ثمانية متاع الليل يكون معنا لاعب ولذيذ نحكي معاه في كل ما يتعلق بالكورة في تونس. البارح كان معنا ضيفنا مختار بالخيسر، أكيد تابعتوا الناس الكل الحلقة متاعه في اللايف، وإلا توا مازالت كي هبطت أو عندها ساعة تقريبا مستوى، مازالت كي هبطت على الشين يوتيوب نتاعي اسلام المد، تلقاه اليوم نتاعها على الكونت انستغرام، تدخلوا تعملوا ابوني في الكونت انستغرام اذا كان تحبوا تتبعوا كل يوم لي لايف، والا تعملوا ابوني في الشين يوتيوب اذا كان تحبوا تشوفوا الحوارات تتفرجوا فيهم بعد في عقلكم معناها. فما شكون سالني شكون اليوم في راس اليوم؟ عصام جمعه، اللاعب الدولي السابق الهداف التاريخي للمنتخب الوطني التونسي. عصام جمعه باش يكون معانا بعد لحظات ان شاء الله، تنجموا تخليوا لي كومنتير والاسئله نتاعكم نوصلوهم لعصام. كما قلت لكم تعملوا ابوني في الكونت انستغرام، ابوني في الشين يوتيوب، وتلقاو كل الحوارات تنجموا تعديو بهم الوقت، تعديو بهم الكونفينمون. تعرف النهار طويل شويه، على ذاك نحاولوا نقصروا ونعملوا شويه ديزاكتيفيتي. دونك كي العاده نستناو عصام جمعه، نورمالمون دقيقتين اخرين يكون معانا. تفهمنا كالعادة نبداو اللايف وبعد يتلموا شوية العباد وبعد يخلط علينا عصام باش نحاول. برشا يسألوا فيا يقولوا لي علاش ماكش تقرا في الأسئلة متاعي، الأسئلة هما يبعثوهم لي قبل الحلقة في ستوري نهبط، اللي يحب يسأل عصام يبعث لي الأسئلة متاعو، نحاول قبل اللايف نلمهم الأسئلة هذا من نقرا من غادي الأسئلة معناها، خاطر في الكومنتير باش تصعب شوية الحكاية، باش نقعد مركز في الكومنتير وفي الأسئلة الآخرين تصعب شوية باش نفرز حتى الأسئلة. مين نحاول نقرا لي كومنتير. عصام الغدار أكيد ضيفنا اليوم، والله حاجة باهية في راس حاطط اللوجو نتاع الكلوب ومغروم بعصام، حاطط قلوب على عصام. ان شاء الله عديد الضيوف باش يكونوا موجودين معنا في الايام القادمه، ان شاء الله استنيونا. كان معنا برشا من لاعبين تحبوهم وحبيتوهم كيما زبير بي، اسكندر العبيدي، محمد علي برمضان، مختار بلخيفة، مهدي الرصايسي، محمد علي منصر، وبرشا من لاعبين اكيد اخرين باش يكونوا ضيوفنا. معز بولحيا الاعلامي في بين سبورتس، سيدريك مرحبا. نجموا الأولاد تبارتاجيو اللايف مع أصحابكم إذا كان تحبهم يتفرجوا في عصام، ولا حتى في الضيوف اللي باش يكونوا بحضانا في الأيامات الجاية إن شاء الله. دونك ما عادش يبدا عصام، هاول تحقق بينا. هيا يا سيبون عصام ندخل نبداو إن شاء الله. خويا تحياتي. وبيك عاشك سافا؟ شنو الامور؟ والله الحمد لله. شنو هي مطر عندكم راك حاط كابوش؟ لا كيش الشعر سبب بابا تعرف ما نخرجوش من الدار واحد كلنا الشعر سبب بابا، راك تشوف اللحيه سبب بابا، كل شيء سبب بابا، كل شيء سبب بابا، ديما نغطي فيه بكابيش، ديما نلبس كابيش، وحتى كي نخرج ساعات نعمل سبور ولا حاجه نحط كابيش ونخرج ونرجع، فهمت؟ قلت لك كل شيء سبب بابا، راك تشوف اللحيه هايجه والشعر هايج. هاكا واش تحب تعمل؟ ان شاء الله ايامات، وان شاء الله احنا ننساها ونتعداها ان شاء الله. زعما نتسلقوها زعما ان شاء الله ان شاء الله. شوف اذا العباد تطبق تسمع معناتها الكلام تاع الطب والعباد في الحكايات هذه اللي تعرف شنو هذا الكورونا فيروس، معناتها شي الاسباب قاعد كوارث قاعد صاير في العالم، ونشوفوا احنا تسيتو مش نحكي على تونس، كان يشوف شو صار، شنو صار في إيطاليا، شنو صار في عندنا هنا في فرنسا، شنو قاعد يصير توا في أمريكا، فهمت؟ معناتها ما نخلوهاش تفدليك الحكاية، راهي حاجة خطيرة برشا. إن شاء الله لاباس هكا هو، فهمت؟ إن شاء الله. ربي يستر. عايشك. علي الزيتوني تحية ليه ساعة، قال لك وري شعرك يا سلام. يا علي ها تفرج، يا علي تفرج. احكي لي يا عصام كيفاش تعدي النهار؟ تخرج ما تخرجش تعمل بالضبط؟ والله شوف نخرج كل بعد نهارين هكاك، نخرج الصغار بتفي، معناتها عندنا الحق في ان كيلومتر معناتها اونتور دو تشيتوا، فهمت؟ سوتو انا نسكن معناتها في بلاصه
كيما نقولوا احنا كوتي دو لا مير معناتها بحر البحر، وكيما دو D'accord. انا في باربينيو، على كوتي دو باربينيو، باربينيو في سان لوران، فهمت؟ في فهمت، كان تعرف كاني بابي سان لوران، البلايص هاك مع البحر، نسمع قريب من الراديو. نيس، مارسي، موناكو، ولا بعيد شوية؟ بعيد شوي، قريب من تولوز ومونبلييه، مش بعيد، فهمت؟ فهمت ساعة ساعة ونص، فهمت. وقريبة على حدود برشلونة، نسكن بعيد على برشلونة ساعة 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 وربع على برشلونة، فهمت؟ تخرج الأولاد ما قلت يتفرهدوا. اي كما اليوم خرجت عملت ان تور دو اون اور دو فيلو، فهمت، معاهم ونرجع للدار، فهمت، نمشوا ناخذوا الباركور تاع لي شون، فهمت، على البحر واحد، معناتها نيفيتو السونتر فيل واحد، فهمت، نمشوا بلايص فيها اقل، فيها ما فيهاش برشا عباد، فهمت، ومن بعد نروح للدار هاو. وعندك حق غادي معناها تخرج في الساعة ذيك. اي عندنا، عندك اوتوريزاسيون، ورقه تعمرها تكتب فيها الوقت اللي خرجت منه وانت في الدار، وشنو الاكتيفيتي باش تعملها، سواء تمشي تقضي ولا باش تمشي تعمل سبور، فهمت، واحد، فهمت هكا. فهمت. وعلاش اخترت تعيش في كامل حياتك في فرنسا يا اسامه؟ علاش تعيش عيشه غادي؟ والله عندك سي الجنسيات ها غادي تقرا في اونترين، ما اعرفش شنو بالضبط، ولا والله تحب من تكمل الاول، دوليت غادي شنو؟ علاش شو هذاك؟ من الاول هيك قررت هيك باش نعيش لهنا بين فرنسا وتونس، بول مومون موجود هنا في فرنسا، ومتعرفش باراسويت شنو، انا بتوا شو باش نعمل باراسويت، قاعد نحضر انا. جيتي جي كومونسي مع تفهم مي ديبلوم، مي البروبليم تو كل شيء وقف، فهمت، كل شيء دبلوم تأجل. اونترنور ولا شنو بالضبط؟ والله انا جي مونتخان كل شيء، فهمت، جتني بيريود صعيبة برشا في حياتي، العامين اللي خلال العامين اللي خلال العام الاخر هذم، فهمت. تو انا موجود لهنا في فرنسا، جي مونتخان علاش واحد صامر يا بيت؟ ها أم الكورة تحكي ولا شنو بالضبط؟ اي في كل شيء، فهمت، فهمت، اما انا ما نحكيش برشا. سافا الحمد لله، تو موجود لهنا في فرنسا، ان شاء الله المحنه هذه سافا، قاعد جو مونترين كما قلت لك، ان شاء الله قاعد نشوف مع لي زاجون تاعي، قاعد نشوف، تعرفوا كادر جلالي بيان سور ستيفان، تحية ليك. تحيه ليه، قاعد باش نعدل الدبلوم تاعي، وبعد اون فيغا با لا سويت، ان شاء الله معناتها باش نعمل حاجه بالكدا، فهمت، مش دبلوم برك، فهمت. شنو وين توجه أكثر؟ وين تخمم؟ أجون نجم نشوفوك، أونترنور، والله شنو بالضبط؟ بور مومون مش نعمل الفورماسيون تاعي تاع في ال كوم اونترونور، ومن بعد اون فيغا با لا سويت، فهمت، فهمتك. خاطر هنا في فرنسا عندنا حق، انا حق هم يعملوا لك الفورماسيون، ومن بعد انت تقرا، ومن بعد انت تختار، فهمت، سواء اجون سواء انترونور، فهمت. فهمتك. تحضر في الناسيوناليتي، سمعت هكا حاجة ولا ايه؟ بديت شوف عندي دوسيات. عندك، انا شوف عندي برشا الحكايه هذه، انا سي فغي معناتها غلطه، معناتها ما مش غلطه، ما خممتش، ما عملتهاش قبل، عندي تو قربت نعيش لها في فرنسا، وما خممتش البيريود هذه، بديت نعمل في الحظ في الوراق كل شيء طاح في الماء، فهمت، عليك حطيت انا استاذنا كل الواحد. شيء مسكر وكل شيء وقف، فهمت، بديت مع المحامي بتاعي، بديت نحضر، حضرنا كل شيء واحد باش نقدموا دوسي، خي كل شيء يتأجل، اون فيغا با، معناتها احنا زادونا شهر اخر لهنا في فرنسا، ان شاء الله ان شاء الله بعد الشهر نشوفه غير بار سويت، فهمت. ان شاء الله. ما دام حكينا على الكورونا عصام، سمعنا اللي حبيت تعاون العائله نتاع حمد القاسمي، سيدك اللي طلع في الفيديو ده، وفي طلع متحيل بعد ولا شنو الحكايه؟ ما عرفش الحقيقه شنو صار معاه. عندك فكره تفاصيل اخرى عصام؟ ولا شوف، انا اول ما شفت الفيديو ما باش نحكي كيفاش تمت الحكايه، دوب ما ندخل في الليل نشوف اللي معناتها ندخل على فيسبوك، واحد الزهر تحت على معناتها شفت الفيديو هذه، بوجولي قلبي وجعني، سخافني، فهمت، كيف انا الناس ما غير كل بيان سور كيما بدا كل نصور في تونس كل، فهمت، هاي انا شديت تليفوني كتبت بعثت ميساج على مهبط الفيديو، قلت له سو بلي كان عندك النومر بتاع السيد هذا بعثه لي، جاوبني الوليد، فهمت، طلبته ان تغدو، حكيت معاه، قال لي جو تي باس لي نيمورو تاع جورناليست، جورناليست اللي عمل معاه الانترفيو، نسيت اسمه،
لا إله إلا الله بوزيدي. محمد بوزيدي، فهمت؟ بعث لي نمروح، حكيت مع انا سي محمد بار ميساج واحد كل شيء. قبل بالنهار نطلب في سي محمد يقول لي اوكي هات نرجع لك، معناتها ما في باليش انا السايب، فهمت؟ قال لي دقيقة نرجع لك، فهمت؟ وبعد في الليل بعث لي الفيديو على الانترفيو الاخراني، فهمت؟ تزامت انا بوجولي تزامت تزامت حاسيلو. هما قلت له اوكي فيها خير وما عادش ربي يهديه، ونعرف فما في تونس فما عباد مسحقة، صحيح. معناتها كان هو كذب بينه وبين ربي. هو فما الجروب اسمه جروب سوليداريتي، معناتها عاملينه على الفيسبوك، فهمت؟ بعثت لهم عاود بعثت لهم ميساج، قلت لهم اذا فما شكون معناتها مستحق انسان اخر ولا حاجه، فهمت؟ شي لا معناتها تنجم تكلموني وفما حتى مشكله، فهمت؟ فهمت، يعطيك الصحة عافية. المفيد هي النية، أنت نويت اي لأن انا المفيد وانا راني وبعد. اشوف ما حبش كي بعثت ميساج ما في باليش بعتها للوليد هو باش يخرجها، فهمت؟ في بارتاجها على الفيسبوك وكوا انا باش نطلعها، فهمت؟ نسيت فهمتك، باش انا بينك ما وبينك وبينك. انا من غير نقص نسيت باش نقوله بيني وبين ربي، فهمت؟ ما فهمتك، تقول حتى حد نسيت انا، فهمت؟ انا تلمو شوكي بار الفيديو، بعث له نمرويا وقلت له اعطيني نمر الراجل خلينا نشوفه واحد، ما مخموش بار السويت هو باش يخرجها، فهمت؟ ساكا كل نورمال حد يميته حصير فهمت فهمت خلينا نرجع بيك شوية، بون مش شوية برشا تاني. نحن نعرف عصام وين انت صغير، اول نهار خلينا نمشي نشتغل بالكورة في مدنين، كيف جات وين الفكرة وقتها؟ انت مغروم من صغير من صغرك بالكورة ولا كيفاش؟ اي مغروم برشا. احنا عندي قلت لك خويا الكبير كان يلعب في الكورة، فهمت؟ لعب قرا في لسي سبورتيف في تونس، لعب مع ستاد تونيزيان، لعب مع الكلوب افريكان في اللي معناتها في كنا نقولوا احنا سبوار، وبعد ستاد تونيزيان، بعد لعب في مدنين. وعندي كوزان زاد، كوزان بتاعي زاد سان غون جوار في مدنين معروف برشا اسمه بشير يعقوبي، فهمت؟ خوي اسمه صابر زاد لعبوا في مدنين مع بعضهم، فهمت؟ والشغل معناتها في دومان الكورة، فهمت؟ من انا صغير، فهمت؟ بالرغم حتى الكورة بديت مأخر، بديت 8 طون نعرف الكورة، فهمت؟ كي دخلت نلعب مع الاولمبيك مدينة عمري 8 سنين، فهمت؟ بديت مأخر مش بكري، فهمت؟ هكا هو غرامي، فهمت؟ ومن بعد بديت نتبع في الترجي وفي الواحد، بديت عمري 8 سنين نلعب في الكورة. نورمالمون الولاد اللي بداوا 12 عام يبداوا في الديكور ب 8 سنين بكري تسم. لا لا توا في الاوروب لهنا من 4 سنين 5 سنين تبدا تلعب لما كورة. قبل ما كانش، قبل كان ليكول، انا لعبت شويه اي هون. كنا 8 اي اول صحيح حاجه يكون اي قبل 12 صحيح كده. اي صحيح قبل 8 سنين تنجم تقول بكري شوية، اي بكري تسم. فهمت؟ اي فهمت. مشيت عملت تيست ولا شنو في مدنين؟ عملت تيست ما نكذبش قبل كانوا قبل ما عادش في الجامعات الكل جو كوا يعملوا قبل الصيف، فهمت؟ قبل لا تبدا كل سيزون نفس واحد، الولد. فهمت؟ يجيبوا يعملوا دي تيست. نذكرها كي تو تيست عملناه في سالتا هوند بال، فهمت؟ برشا ولاد جايين من الحوم الكل، هي بوكو دي زونترونور، فهمت؟ وكل مرة يهبطوا 5 كونتر 5 ويتفرجوا ويختاروا، فهمت؟ وانا كي مشيت غادي ما يعرفوش، ما يعرف معناتها الكوزان بتاعي وخويا معروفين في، فهمت؟ حتى لونتونيك كي مشيت انا وخويا الصغير ما يعرفوش، لي انا معناتها خويا جوار وكوزان ودعمتي جوار، فهمت؟ انت مشيت ما كاكا. حبيتش كله ولا حبيت لا حبيت مشيت عمل اي اوف ولا مشيت بتنسى كاك انا، معناها. لا مشيت وحدي، فهمت؟ مشيت نتفرج وبعد هبطت نكور معاهم واختاروني هكا، ومن وقتها بديت معاهم مع مدني، فهمت؟ قد عملت اشرف قال لك واشرف ليه؟ ايه اشرف معي تو قلت اخويا تحية ليه، نعرفه اشرف مازال يلعب معاه في مدنين. مازال في مدينة، مازال يلعب مازال في اي مدينة. قد عملت في مدنين؟ والله خرجت عمري 14 عام من مدينة، فهمت؟ ما لعبتش برشا 6 سنين. هيك هيك حتى مختار الكادي هادلك هكا وين؟ ليسبيرونس ولا لا لا عبد المجيد وقبنطيني وقتها. كيف جيت شافك تكون في مدنين ولا كيفاش بالضبط؟ لا البيرود هيك عملنا احنا وقتها مينيم، نتوقع
في تونس عملوا كل منتخبات جهوية، فهمت؟ كل ريجيونال ريجيونال، فهمت؟ كل جهة تاع الجنوب، قابس، مدنين، جربة، بقردان، تطاوين، هذم قبلي، معناتها هذم وحدنا، قفصة وكب كيف، والواحد وحدهم، سوسة، فهمت؟ عملوا دي جروب، معناتها عملوا دي جروب، فهمت؟ اي فهمت، بدينا هيكاكا، وصلنا حتى بخسك 200 جوار، فهمت؟ برشا، فهمت؟ مسوي ستاجات، واحد بساس بساس بدا يصفي يصفي فينا، حتى وصلنا نذكرها كي تو مشينا ستاج في بنزرت، في دار شباب في بنزرت، انا وقتها البلبولي، كريم السعيد، كريم حقي، ايمن التيفي، في كيب ناسيونال هذا ولا هاي هاي قبل ما زي ما يقتلونا، وقت ما زي صافي فينا، فهمت؟ احنا صغار اه وقتها فهمت قاعدين، وقتها حتى حقي فهمت مازال يعرف في قصرين، انا نعرف في مدنين، صابر تربيس يعرف زاد في قصرين، مصري شكون اخر، خالد المليتي كان تسمع بيه، امل تيفي يعرف في مصري مكشخه وقتها، فهمت سميك برشا جوارات، علي الزيتوني معكم وقتها لا لا الأصغر لا لا علي لا لا اكبر منا، احنا صغار وقتها، أكبر أي أي صحيح اكبر، صحيح احنا صغار، فهمت؟ من وقتها بدات، معناتها عملنا كيب ناسيونال كادي، حضرت الاستاجات الكل، ولعبنا بوكو دماش، مشينا بوكو تورنوا، فهمت؟ في فرنسا مشينا الكوت ديفوار، عملنا برشا دي تورنوا، هكا هو وقتها صار كونتاكت سي عبد المجيد قبنطيني، معناتها تكلم عليه المكشخه وترجم، من وقتها معناتها صار كونتاكت، و سيتي دارني ماتش مع الكيب ناسيونال لعبنا في كادي في زويتن كونتر غينيا، عملنا 0-0، معناتها بعد الماتش انا صغير ما في باليش، نلقى روحي بيت في اوتا دي باك، على بالي في بالي معناتها مع الكيب ناسيونال، لون دوما نشوف في روحي كان قدام سليم شيبوب، وانا صغير، ومعانا سي بشير بن عمر وقتها بريزيدون تاع اولمبيك مدنين، ومعايا اخويا الكبير وبابا واخويا الصغير وقتها جاي يتفرجوا فينا، جاي يتفرجوا فيا، وقتها نشوف روحي وانا صغير، معناتها وقتها كنت مغروم برشا بالمكشخه من انا صغير، ونشوف معناتها في البارك المكشخه، ماني فاهم شي وقتها. لا كيف قدامك سليم شيبوب اش عملت دخلت كيفاش بيان سور، ما قعدت نغزل ومش مصدق، فهمت؟ وقت الكاريزما تاع سليم شيبوب، الوهرة، معاش تحكي معك حكى معايا، فدلك معايا شوي، واحد واحد، ومن بعد قال لي ايه اخرج لبرا. قعدوا هما وقت ينيغوسي الكونتران تاعي مع ما كتبش، ياخذوني من مدنين واحد، انا طلعت لبرا، وش نحكي لك، طرفة معناتها، حتى اللي معناتها نهارتها بعد ما قعدوا مع بعضهم واحد، وروحت انا المدنين، روحنا معناتها فنهارتها رحت، وفي باليش لي انا الجمله، معناتها صحيح صححت الكونت، في باليش جمله ما حبش يقولوا لي، فهمت؟ كم صورة علي المدنين، ما نعرفش، بابا ما حبش يقول لي كم صورة المدنين، واحد من غدوه معناتها صباح كي قمت من النوم قالوا لي راك صحيح، وقتها قلت لهم مش نكور، واحد قال لي لا 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 عاش تكوير. راو سي سيس روحك، راك سي بون، راك معناتها في الصيف تبدا بريباراسيون، ما تمشيش كادي للمدن، وقتها انت كادي 17 ايه كادي، مشيت وقت الكادي 80 مليون ترونسفير وقتها 50 مليون وقتها نتذكرها كي تو، 50 50 مليون وقتها. اي والبدايه في الاسبيرونس تلعب من لي جون معناها لي سينيور كيفاش جات ولكن نقول كيفاش جات، جات انا عمري جيت كادي في المكشخة، تعرف وقتها في تونس ماهيش فخرة واحد شيء، كنا من اقوى اللي زاتكون، واحنا في الليجان مع تأسر، حتى الاولاد كريم لعبنا ضدهم، احنا انا وامين التيفي، فهمت؟ كنت انا وامين التيفي في معناتها اللي زاتكون تاع المكشخة في الكادي، مع بعضكم وكاد تلعبوا ديما من بعضنا، خاطر نفس البروفيل زوز بون تاع معناها هاي زوز انا وياه نلعب، فهمت؟ بلوتو انا فهمت اغوش، بلوتو فهمت اغوش، وخاطر كنت انا مش اتاكون، اتاكون 100% ديما على اليسار، فهمت؟ فهمت هو كان ديما ان فري اتاكون وقتها، امين كيف دينا من بعضنا، كادي جونيور، فهمت؟ ووقتها معناتها برشا عباد حاطين علينا عينين، وخدموا فينا بالكدا، معناتها لاهين بينا بالكدا في المكشخه، وقتها
عندها وقتها سونتر فورماسيون طيارة برشا، كل اللي هي معكم وقتها هاي صار في الكادي و... رامي جريدي، مش نسمي لك مزال يلعبوا توا، اللي معروفين اللي عملوا كذا ايه وصلوا معكم. نفاتي لعب في أمين حمام نافي. فوا، ايه رامي جريدي سي تو جو كوا، هكا هو انا احكي لك على الجينيراسيون نتاع كادي، فهمت؟ حمدي قصراوي ليه بعد الحمد لله كسوا اصغر منا بعام، أصغر ايه اصغر ما عم لعبنا من بعضنا زاد، ناي بيان سور فهمت؟ لعبنا من بعضنا، أحمد بن فهمت؟ يحيى احمد بن يحيى زاد اصغر، هو وجينيراسيون مع حمدي حمدي الحرباوي، فهمت؟ فهمتك كمان زعيم ليه زادا كان مزعي اكبر مني بعام جونيور اخت، اما لعبنا من بعضنا جونيور اخت، لعبنا من بعضنا، فهمت؟ فهمتك انا احكي لك على فهمتك الجروب بتاعي كديما، اما فما هكا لعبت مع مفكر فيه صار لعبت مع كمال الزعيم، لعبت مع في الاسبوار مش نسمي لك بلال الاحمر، انا صغير وقتها حمدي جبنون، فما برشا راتولي جارديان حمدي الكسراوي، شكون اخر؟ تنطيق الأمامي أكبر منك ها؟ لا اكبر من اكبر اكبر من أكبر انا كنت فانكات، احنا صغار وقتها، فهمت؟ هكا وقتها بديت لعبنا كادي جونيور، كي وصلنا الاسبوار وقتها نذكرها اول ستاج مشيت، وقتها مشيت سويسرا انا والبتيفي صغار، ومن وقتها 17 اون، وقتها مشينا مع المكشخه، مشينا ستاج سويسرا شكون فما بريباراسيون، تمكنيات في السينما الوقت؟ واي وقتها فما علي زيتوني، علي زيتوني والله الميموار بتاعي ضعيف، نذكر عليه كان جنتاوري ولا ايه؟ كانديا تراوري، جا من بعد كاندرا، كانديا تراوري جا العام من بعده، زياد تمثيل يكمل وقتها لا كم، لا هو اكبر مني، انا اللي شوف بعيد انا اللي خلطت عليهم من الجوارات الوحيد، معناتها شعره شكر واعر، فهمت؟ منيت نلعب معاه ما مخلطتش عليه، وقت انا بتاع أكثر السنيور هو وقتها بطل، فهمت؟ لعبت عم مع قديش طلع انت طلعت؟ عمري وقتها 17 اون، جميل آن جميل دو 2001 2002 هيك طلعت وقتها، فهمت؟ فهمتك لعبت مع طارق ثابت، مع الجعايدي، مع بدرة، مع الكبار يعني بتاع سبيرون زقوري اي مع جريسيك، اسكندر سوايح، الكنزاري، ماهر الكنزاري، حسان الجابسي خط عليه، عايد الحمروني تنت معاه، معناتها عيد الحمروني تريت معاه في جيت بيريود، ترينا معنا وقتها رجع من السعودية، ترينا معنا وقتها في المكشخة، بالحق وقت خلط عليه هتي اي في لونترمون ما لعبتش معاه، ما فهمتك لعبتش ايه معاه ماتش جو كوا ماتشوات، فهمت؟ بي عصام الخروج نتاعك اللونس كان مفاجأة شوية خاطر حتى ميم با كنت في ديسكوتابل معناها وقتها لا فما برشا عباد ما يعرفوش الحكايه هذه، وقتها انا وقت لعبت نلعب، ما قلت لك احنا في الكيب ناسيونال، انا عملت الكيب ناسيونال كل الكاتيجوري كل، فهمت؟ عملت كادي، عملت جينيور، عملت اسبوار، ومن بعد وقتها جات للزو اولمبيك، أولمبيك كنت انا الجوار الوحيد اللي نلعب في الترجي نلعب في السبور، ما نلعبش مع الكيب ا نتاعي مع المكشخ بناك، اما نمشي نلعب لوندومان، نمشي نلعب مع السبور، كنت فهمت؟ صغير وقت فهمت وقت انا صغير كنت الوحيد اللي لعبت، جي في تو لي ماتش تاع ايكيب ناسيونال اولمبيك، وقتها ترشحنا للزوز اولمبيك في اثينا، متفكر فهمت انا وقت لعبت الماتشات الكل، وقتها في بيرود هيك فما يجيو برشا من فرنسا يتبعوا، فهمت؟ شو برشا دو كلاب يتبعوا وقتها في الكيب بيرود هيك، الفريق الاولمبيك وقتها كانت كيب اي كبيره وقت برشا متفكر هاي خالد مولهي، علي زيتوني، انا حقي، كريم كريم السيدي سعيدي، كريم حاجي فما الكسراوي، مساعدي بوسعادي، سيف غزال، انيس بوسعادي، العياري، سمي هي لك كيب مويه ما بيظهر شاء لي الله. زاد ها مويه بيظهر لي لا لا ها لا لا مش مويه معكم بلا مش معنا صغير وقت المويه مازال، فهمت؟ لا هاي عندنا اكيب ما شاء الله، ما خسرنا متفكر حتى ماتش، معناتها ماتش نيجيريا وقتها ايه ما خسرنا حتى كاليفيكاسيون ماتش، ربحنا برشك ما شاء الله كله، وترشحنا وقتها، وقتها كما قلت لك فما زهري، مش بزهري معناتها انا خدمت على روحي، تعبت برشا، ضحيت برشا، ما انا بليك سامحني نقص عليك عصام انت مش بنت انت على جوز امبيك تحس تظلم وقت خميس العبيدي وقت رشحنا هو خميس العبيدي ومشينا بين معلول وقت
إيه وأنا زاد تظلمت وقتها ما كيتش انت أنا وقمام وقتها. شوف باش نقول لك حاجة، وقتها أنا وقمامدية، قمامدية زاد معانا وقتها، كنت نلعب أنا وقمامدية وعلي زيتوني بريسك تولي ماتش، نلعبوا تيتولار في كل إيكيب الأولمبيك العام، لا في تولي ماتش. جات ال معناتها البريباراسيون باش نمشيو للأثينا، فهمت؟ باش نمشيو للتورنوا. في بان معناتها في بالي انا في الجروب، كمان في الجروف، اما فتح مشرقي يتذكروا كان تاع بنزرت، أيه صارت له أريير مشكله لا فتح مشرقي صارت له مشكله وشد الحبس واحد قبل لحقيقة نسيتو نسي اي فتح مشرقي معانا حاسيلو وحمد الكساو. وقت حمد الكساو كان وقتها يلعب هو ولا الجارديان تاع المرسى اسمه خلوفي خلوفي لا جاسم الخلوفي، وجاتهم الخلوفي جاسم الخلوفي وجاتهم وقت، فاهم؟ الخلوفي جاسم الخلوفي فاهم، والبلبولي ثلاثة هذم كانوا اي توا كانوا جارديان هذا مع بعضنا، كنا مع بعض وقت جيت الاولمبيك. وجات بدا جا الأول كان جارديان الأول اه قال له خلاص جاسم كان الجارديان الاول، فهمت؟ وحمد وهو قال واحد عمل كارير في الثلاثة هذوكم اي تي ما تعرف الكره ريت، فهمت؟ هاي مش كيما لي مشينا جون كيما وقت مشينا جوز اولمبيك، وصلنا غادي انترناو انترناو نهار الاول نهار الثاني. من بعد مشي هزونا، شوف وقتها احنا هم عندهم حق في 18 جوار، فهمت؟ 18 جوار، هاي وقتها مشينا احنا 24 جوار، فهمت؟ واحنا في بالناش مشينا وقالوا لنا راهو فما 4 جوار باش نحاو. انا ما جاش في مخي لا انا لا مامديه معناتها باش نحاو، فهمت؟ وقتها مشينا معانا فكرني عصام شكون من السنيور وقتها كلايتون مشى وجديدي فكلايتون جديدي خالد والجارديان فاضل خالد فاضل، ثلاثة كاو ثلاثة كلايتون جديدي وخالد فاضل، فهمت؟ مشاو معانا، لا هم ما عندهم حتى مشكل، سي دي بون جوار، مشاو معانا بالعكس، فهمت؟ مشينا غادي مع بانا اللي خرجت الليستة، تنحيت انا وقمامدية وبشير مشرقي وحمد الكسراوي، فهمت؟ تنحينا من الليستة هيك، فهمت؟ هكا. ومن بعد كيما باش نرجع الموضوع نتاع كيفاش انا مشيت اللونس، كيما قلت لك خليني لهنا الصغر مع نبيل الوقت انا وقت انا صار ما صار انا تصدمت وقت انا صغير وقتها، فهمت؟ جيتني كصدمة، فهمت؟ وقعد عمري وقت 17 اون، فهمت؟ وقعدت نبكي توجعت برشا، فهمت؟ حكيتش معاه لا حكاوا معايا وخميس العبيدي وقتها، حكاوا معايا برشا جوارات، فهمت؟ حكاية معايا انت قال لي تصور شوية تكنيك ولا من نبيل ولا هو ولا فما حاجة أخرى؟ هو النبيل هو اللي عمل الواحد إيه خميس شوية العبيدي تكنيك منه هو ولا فما حاجة أخرى؟ جوست من شوية هو تكنيك معناها هو الشوا بتاع الجوار هكا، هو الشوا، فهمت؟ فهمتك إيه الشوا. ومن بعد حتى تو تحكي عليها من بعد تحسها من غصب بعد على فكرة اي بيان سور، تصور انت توجع راه، وانا قمامديه سيرتو راني لاعبين الماتشات الكل، حتى جاسم الخلوفي جارديان معناتها لعب ماتش التورنوا كامله، تجي انت في الاخر كان تنحي كان جاسم وقتها كان جارديان اي كبير وقتها عدنا ماتش في السنغال ماتش في نيجيريا ما شاء الله، غراس اولي زاد معناتها ترشحنا زاد، اما توجعنا بالكدا غادي قعدنا نترناو، انا توجعت ترينيت النهار الاول النهار الثاني نعض على قلب، قعدت نترين اما موجوع. بعد ما انا صغير وقفت على خفت، قلت نمشيش انا بدا على اعصاب نضربش واحد، فهمت؟ صغير قلت جبت روحي وقعدت، فهمت معاهم كهو، فهمت؟ ما لكش مشكلة هذه الحكاية لا ما عملتيش مشكلة، فهمت؟ فهمونا هم وقتها، فهمت؟ نجمش خلي تصور انت قدر الله تبدأ على اعصابك، واحد موجوع في الانترنمون تضر صاحبك غدوة عنده ماتش مش عارف تيتيلير واحد، فهمت؟ فهمت قاعد انت وحدنا، فهمت؟ قد توجعنا، شوف ارجع لي حتى في اللون توجعنا حتى في الديبلاسمون معاهم في الكار باش نمشيو لونترنمون، ما عندناش حق نطلع معاهم في الكار، معناتها مشينا كان توريست في خاطر بخير بخير ريغلومون صحيح ريغلومون، فهمت؟ عندهم صحيح دي بادج 18 جوار يطلع في في البيس معناتها حاجه منظمه، فهمت؟ مش اللي يجي يطلع فهمتك في الكار ايه فهمتك ايه فهمتك فهمت،
قعدنا احنا كأن توريست نمشي نترناو نروحوا الاوتيل نتقابل كان معناتها في الاوتيل مع بعضنا في البيس ما نمشيش معاهم ديما وحدنا في الكهرباء فهمت خايبة هي، خايبة اي سيتياسيون. سيتياسيون خايبه اما الحمد لله واحد معناتها ما خرجش على أرجع الصيف لنحكي لونس. لونس من بعد وقتها جا بعد جوز اولمبيك هذه رجعت مع الكشخة وبديت معناتها وقتها نلعب مرة تيتولير مرة العام الأول مرة تيتولير مرة لا فهمت بعد العام الثاني الحمد لله يا ربي لعبت برسك سيزون كاملة تيتولير فهمت 3 مليارات الصفقة وقتها مشيت عصام. اه وقت جاو ديزاجون كادر جلالي سي كوم ان بير بو موا فهمت وستيفان كانار دخلوا وقتهم لتونس تقابلت مع كدير جلالي هذا التو انا معاه ما كنتش تعرف وقتها، لا انت ما تحكي عرفوش معاه وقتها. انا وقتها انا صغير جاني تليفون قال لي شو مسيو كدير جلالي اجون جوير فهمت اجا نتقابلوا وقت نذكرها في اللاك دو لاك ان فهمت نتقابلوا في اللاك ان مشيت قابلته هزت معي انا صاحبي معناتها اكبر مني هو كان لاهي بيا غادي اسمه لطفي نقدم له التحية مشيت معاه قعدنا مع بعضنا ومعنا وقتها عماد المهذبي خاطر هو لاجون هذا وقتها هز عماد المهذبي النوط هو أهم اللاعبين اللي عملوا كارير في أوروبا كانوا يخدموا مع كادير كما سبق لي، اي فاهم؟ كده عبد النور، عبد النور زياد الجزيري أي عماد نعم، المهذبي معناتها هذا مهزوا زيتوني بعد لفرنسا زيد، زيد تون هزوا زاد لفرنسا فهمت وعندهم الان في الاوروب عندهم برشا دي جوار فهمت من نحكيك على لي جوار تونيزيان فهمت ذكرك جاء عماد المهذبي ارتحت انا كي شفت عماد المهذبي واحد ارتحت شويه قلت له اوكي صححت على معناتها كونتراكت على الموندا بيني انا وياه معناتها كوم كوا هو لاجون تاعي كونتراكت. بعد عام الحمد لله كان عند كلمته وقال لي وقتها جي ان تخوا كلاب معناتها من فرنسا كان سيت اتيان ولونس والكلاب الاخر نسيت والله من عندك غين وان تري كوم سا فهمت على وقت السنتين وقت ايكيب اكبر واسم اكبر لا لونس وقت البيريود هيك هما في فرنسا وقت تاريخ، تاريخ سانت اتيان لا كيف كبيرة. حتى لونس كيف زاد انا نعم تعرف اخترت لونس نذكرها كتو عيطولي نهارتها باش نقعد معاهم باش نختار انا وقتها بين لونس وسانت اتيان فهمت عيطولي قالوا لي اجا باش نتفرجوا على الشامبيونات تاع فرنسا مشيت بحثهم للدار وقتها في المرسى مشيت قالوا لي اجا باش نتفرجوا على الشامبيونات تاع فرنسا و معناتها سانت اتيان ولونس وانت تختار هاك بتشوف بين عينيك وقول لنا انا هي الكلوب اللي شوف فيها روحك، تشوف فيها روحك فهمت لقيت عادي لحمة وقت والله بغير شوف هما حطوا الماتش الاول لونس وانا ما نكذبش عليك ما نعرفش وقت في شامبيون فرنسا خلف مارسي بي اس جي ما نعرفوهاش بالكدا فهمت تبعت ما نتبعوهاش وقت نتبعو في الكاتش واحنا كنا نتبعو في صحيح الشامبيون ايطاليا صحيح بيجود فهمت هو دوما حط الماتش تاع لونس انا قلت له سي بون احمر اصفر احمر اصفر سي بون هذه شفت وقت الاستاد معناتها 45 ميل معبي كله احمر واصفر الامبيونس مش نورمال قلت له واخي سي بون الاختيار كان موفق، عملت عوام اي الحمد كبار لله برشا وكذا. اي شوا باهي برشا والحمد لله معناتها جيت لجمعيه كبيره برشا لعبت مع دي جوار معناتها في فرنسا عملوا دي كاريير كبيره كيما جيروم لغوا اريك كاريير لعبت مع سيدو كايتا ارونان ديندان دانيال كوزان تاع الكابون برشا برشا معناتها شارلي تونج جارديان تاع الكاميرون جوارات معناتها عندهم سامي كبيرة برشا فهمت كاو ظني حكايه الملاحظات الكبار، انت الكومبيتيسيون الكبار ما عندكش معهم زاد، حتى مونديال 2006 ظني تنحيت فما صارت حاجه هكا. اي تعرضت لي وقتها تضربت ان سيمين افون الماتش تاع السعودية كنت تيتولير اي وقت صحيح صحيح، البريود هيك عندنا مشكلة تاع دي زيتا كون فهمت وقت اصلا لعبنا ياسين، وقتها لعبنا ياسين اي شيخاوي يعطيكم وقت مشيت انا وياسين
انا وياسين وزياد وسانتوس معانا، اما سانتوس لي با بخي وقتها مضروب فهمت. كنت باش نلعب الشوا، كان انا وزياد كوم تيتولار معناتها الماتش السعودية الاول. من بعد ان سيمانه افون الماتش حسيت بوجع في ركبتي فهمت، كي عملت لي غاديو كل شيء طلعت عندي المينيسك بتاعي الاكسترن معناتها مجروح فهمت، مشعر شوية مجروح فهمت. وقتها كانوا نجموا معناتها بزريقة، فما دي انتو فهمتوا معناتها زريقة دو جواري، كنت نجم معناتها نكمل بها كومبيتيسيون فهمت. ما عدا بروحي كان من ألمانيا في مارسي في بلوك في بيت العمليات من ألمانيا نهبط في مارسي ومتغدو في وقت الكلوب بتاعي قال نو يروح تو سويت وقت لونس فهمت. نذكرها كي تو من ألمانيا نهبط لمارسي، مارسي نعمل العملية في أقل من ثلاثة أيام فهمت. اي ما لازال فهمت هلا غال ظهري بعد ماتشاتك بقى عملتهم في لونس كان فما حاجه مع توتنهام. كانت العام لو من وقت الديريكتور سبورتيف وقت كان يخدم في ساتيتيان، هو العام هاك اللي بعده مشى لتوتنهام فهمت. هو حب عليا، هو وقت يحب يهزني ساتيتيان فهمت، اما انا اخترت لونس. من بعد قعدت الكونتاكت مع ليزانجون تاعي قال لهم نحبوا يجي نحب نهزوا معي توتنهام فهمت. اما البيرود هيك وقتها انا مزيت صغير وما عنديش وقت البورسنتاج تاع الماتشوات مع ليكيب ناسيونال ا، اوكي ما تعرف سوا ان باسبور فرونسي ان باسبور اوروبيان باش تنجم تلعب في انجلتير، ولا عندك اكثر من ما عرفش 70% من العامين الاخرين مع الماتشوات مع ليكيب ناسيونال فهمت. بالي مازال تاونا ذايا مازال تاو مازال تاو هاكي تبقوا فيه، حتى اللي برازيليان شوفوا انت في الانجلتير ياخذوا جوا برازيليان العام الاول يسلفوه معناتها ياخذوه ومن بعد يسلفوه لبرا معناتها شامبيون من شامبيون في الاوروب ومن بعد يرجع فهمت. مازال علاش؟ قانونهم هكاك. لا لا علاش فاس توجور لازم مثلا نقول برازيليان؟ ايه حتى اعطيتك اكزومبل معناتها احنا الجوال الافريكان ولا معناتها حتى في معناتها يطبقوا فيه على الدول الكل فهمت القانون بتاعهم فهمت، مش كان على احنا اللي زافريكان كاو. بي المشي بعد الخليج ما شفتيش خطوة خطوة التالية كنت نجم تزيد في أوروبا ولا حسيت روحك ما عادش صحيح؟ لا لا والله عشان شوا فهمت جاني شوف كملت مع اوكسير فهمت، من بعد جا كونتاكت مع كويتي كويتي ما كذبش مع كلام زياد سألته وقتها زياد وقتها لعب غادي انصحني ما يكذبش عليك قال لي سان بون كلاب عباد معناتها عباد محترمين برشا في الكلاب هكا فيهم رئيس النادي وقتها مرزوق الغانم هو تو رئيس الحكومة كيما نقولوا احنا رئيس الحكومة بتاعهم في الكويت. كي مشيت غادي قعدت معاهم واحد تفهمنا وما ندمتش عليها، بالعكس من احسن العامين اللي عديتهم في البريسك في الكارير بتاعي مع الكويت الكويت. احكي لنا كيفاش تفوقت على ميسي؟ كيفاه؟ كيفاش تفوقت على ميسي؟ اي العام الاول العام الاول معناتها فزنا معناتها انا خدت ومليو كومبيتيسيون ما خدتش من الكومبيتيسيون من الاول فهمت، كاس الاتحاد الاسيوي هزيتها العام الاول، هزيت مع الكويت الشامبيونا وهزنا الدوبلي هو شامبيونا جو كخوا تريبلي شامبيونا وكاس ولي العهد وهزينا كاس الاتحاد الاسيوي. والعام الثاني بديت كومبيتيسيون من الاول جي فيني ميور بوتير معناتها في الكومبيتيسيون هذه فهمت، ماركيت 23 بوت فهمت، ومع لا استغفر الله 17 بوت هكاك في ال 17 اونتر ال 17 و 20 فهمت. ومن بعد يحسبوا لك الماتشوات نتاع البونتوات مع ليكيب ناسيونال
اللي محسوبين في الجوني، معناتها نقولوا احنا جوني محسوبين في فيفا، الفا جوني في الفا. فهمت؟ وكي شفت انا الكلاسمون نلقى رونالدو وقتها الاول، فهمت؟ في العام هكا 2013 وقت نذكرها كي تو، لا رونالدو تاع الاول. الاسباني قلت الفاس. لا فما نوتخ جواغ من 10 منين، وفما انا الثالث، ورايا زلاتان، ورايا ميسي وقت خليته ملاك وحده. اي وقت. فهمت انا في باريس، هما قالوا لي في الاخر، خاتم في باريس باه، فهمت؟ سمعت باه سمعان، قالوا لي راهو كي شافوني قربت قالوا لي نحبوك انت وقت الجوني للكلاب، قالوا لي نحبوك تكمل ميغ بيتر في العالم، فهمت؟ مالوغوزمون رونالدو كان ما كانوش صحيح. نعم على عكس الكويت امباتابل عصام امباتابل في صحيح ماكينة نتاع بونتويت، باوي. على عكس الكويت في قطر ما نجحتش التجربة مع السيدي وانا مع شوف غريب انا اي انترنير تونسي ما يعاونك سامي. شوف سامي، انا ما حبش نحطه، ما حبش نحشمه، فهمت؟ انا مشيت غادي، ماركيت 13 بيوت، 13 بيوت، ما لعبش طول الماتش، ما عرفش كيفاش لعب الماتش، معناتها جو كوا 20 22 ماتش، ما لعبش ماتش بكل. بالنسبه لي انا راضي، معناتها كاتاكون لاعب 20 ماتش ماركي 13 بيوت، سما حاجه باهيه ولا، بيان سور. فهمت؟ أما علاش ما كنتش تلعب معنا؟ شنو؟ علاش ما كنتش تلعب معنا؟ وقتها صارت مشاكل، وقتها ما حبونيش نمشي ليكيب ناسيونال تاع تونس، وقتها البريزيدون كي صححت قال لي صح معايا تنسى ليكيب ناسيونال تاع تونس، فهمت؟ قلت له انا لا، قلت له راني ليكيب ناسيونال تعيط لي نمشي على روحي، فهمت؟ فماش هذه لعب مع ليكيب ما كانش ناسيونال. عندك مشاكل مع سامي ولا حاجة؟ لا 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 سامي، لا سامي، لا بالعكس، سامي خدمت معاه في ليكيب ناسيونال، انسان طيب برشا برشا، معناتها هذا حاجة محترم برشا. محترم برشا، قريب برشا للجوارات، الجوارات كلها تحبه سمي لك، معناتها في ليكيب ناسيونال اسال اي جوار خدم مع سامي طرابلس يقول له على سامي، معناتها سامي في الظروف الصعيبه يقف مع الجوار، في المشاكل ديما ديما معناتها يوري، معناتها يحمي جوار، فهمت؟ فهمت. يحبه اليوم علقت علقت صحيح ولا ما زلت ما كل فهمتش ما انت مو عارف عليه بالظبط مونتريال. انت في ها كيف بور ما مو عرفش احكي ما زلت ولا ما عادش بور مو مو انت عندي عميل موقف، كان فما حاجة شوي، لا انا انترينر هنا في فرنسا ومريقل، معناتها شوي اون فون، فهمت؟ و انا ما خويش التلفزيون باش تكمل ولا حاجه لا كاو فهمت فظني كنت قريب من الكلوب كان شنو؟ فما كونتاكت مع الكلوب قبل اي كان مع الكلوب لوتوال سي اس اس، كان وقتها وقتاش؟ البريود هيك، وقتها ليلتها ريت ليلتها، قلت لك مش بيت في البارك المكشخة في الاوتيل، لا لا معناتها مش لا لا مش نحكي وقتها نحكي بعد توا نحكي كبير اي معناها توا مش اي توا في توا الميزان اي وقتها توا توا اي جاني كونتاكت مع الكلوب، ما انا رفضت، وقتاش هذا؟ جيتني اول كونتاكت جاني من السي اس اس، فهمت؟ كلمني سي احكي ناصر لنا البن، اللعبة 2016 كيكا اي في جو كوا 2016 كلمني سي ناصر البدوي قال لي اجا عدي معنا سي موا، معناتها عام معنا في السي اس اس، واحد بوجولي حشمت منه انا، فهمت؟ اما خليه، قلت له انا عندي لاجون تاعي احكي معاه، فهمت؟ انا حشمت منه، انا واخذ في قرارة نفسي، فهمت؟ في تونس خلف المكشخة هذه مقبل، معناتها من اللي طلعت من المكشخة انا صغير، قلت والكلوب كيفاش كلموك؟ كيف كيف على قبل كل شيء، معناتها سي اس اس، باش نرجعك على سي اس اس، سي اس اس جمعية كبيرة، وعلى فكرة انا صغير قبل نمشي المكشخة مشيت صفاقس، فهمت؟ عامل قبل انا في سي اس اس، نتنا مع سي اس اس، اما مدين وقت محبس سايبني، فهمت؟ فهمتك على فكرة سي اس اس جمعية كبيرة برشا، قلت له انا سان شوا، راني في سي ناس، قلت له راني في تونس، ما نجمش ما نلعب خلف في تونس خلف تاع قال رجلي، لك
قال لي لعب فيهم الزوز، ها شنو؟ هو لعب فيهم الزوز. اي انا قلت له سان شوا فهمت هو هو تفهم الوضعية بتاعي وبالعكس فهمت ما قال حد شيء. ومن بعدها بعد عامين زاد كلمتني الكلوب افريكان وقت جاي شكون كلمك؟ وقت البيرو بتاع سليم الرياحي كلموا لاجون بتاعي كل شيء كلموا لاجون بتاعي واحد كان عادي رفضت قلت له انا قبلها قلت له في رانج رفضت السي اس اس على نفس الحكايه هذه ما نجيش انا باش نجي نكذب على العباد ونقول لهم باش نمشي من بعد جي صح في الكلوب افريكان هو الخصم لا، ما كانش في قيمة الهدف التاريخي للمنتخب الوطني التونسي معناها. لا لا ما حبيتش تشوف هيك المشاكل بدات وقتها مع ال شنو نحكي لك حكايه صارت لي وقتها جاء لونترونور سيتي البيرج شو اسمه لونترونور ليغانس بلجيكي لو كانز اول ستاج مشيت مع مشينا معاه مشينا وقتها عندنا دو ماتش اميكال لعبنا في كوريا في كوريا وقتها مشينا لعبنا كوريا الجنوبية بلجيكيا وكوريا يعني تفكر. كوريا الجنوبية في كوريا بدينا استاج في تونس ترنينا فهمت واحد ما يعرف وقتها جاء ما يعرف حتى حد ما يعرف حتى جوار أما فما عباد حكي له على برشا حاجات على برشا جوارات فهمت نعرفش شنو وصلوا له شنو وصلوا لهش مشينا لكوريا لحظة سي، خلينا نقف هنا. شنو راح يقولوا عليك؟ تعرف أكيد. شوف احنا وقت في الكيب ناسيونال عندهم سيستيم ديما الانسيان جوار هو يشد وقتها كابتن الفريق فهمت ديما يمشوا بالاقدميه يعني وقتها كنت اقدم انا كنت اقدم واحد في وقتها في الجروب جاء هو نهار الاول قال انا باش نحط باش نحط كابتن ديكيب عبد النور نورمال عبد النور خويا وصاحبي وما فما حتى مشكله فهمت عم نخدم مع تحكوا مام بالموت ماجون ما عندي حتى مشكله اي انا اقدم واحد وقتها فهمت وقتها انا زاد مير بيتر في وقتها في البيرو ديك انا مير بيتر بتاع في تونس وفهمت كنت الحمد لله تمشي يا ربي قوي فهمت كابتن وقتها، لا ياسين مضروب وقتها جو مش معانا باهي بيرو ديك في الاستاج هيك في الاستاج هيك ما مش معانا ياسين فهمت فهمت باهي. لا معنى البلبولي لا حقي لا حتى حد كنت انا اقدم واحد في الجروب القديم جاء قال حط عبد النور. جا حبت النور مشينا ترينينا معناتها انسومان في تونس بعد طلعنا لكوريا مشينا لكوريا لعبنا الماتش وقتها عملنا ان بارتو ولا ربحنا ما نتذكرش عملنا ان بارتو ولا ربحنا واحد بلاش فهمت جاني من بعد ديريكت موريت لاربيت الزفر لاربيت الزفر جاني ديريكت مور التيران يجري جاني تخلي التيران قالها لي هيك انا التزمت كي قالها لي قال لي غلطوني فيك وانت يفهم من بعد شو غلطوني حكي له فيك عليه؟ شكون حكي ما له؟ نعرفش وقت ما إيه تعرف أكيد ها عصام، شكون ما يحبكش؟ ايه بريد هيك فما برشا صحفيين فما برشا عباد أبون فهمت صحفيين فما واه فما خيدو في الدماغ سمينا سامي ولا سمينا سامي من ما نجمش نسمي فهمت وانا حكايه ومشيت على روح فهمت باهي. اني كي جاني وقت التيران قال لي راني غلطوني فيك وقالوا لي عليك تيفيني وكل شيء واحد واحد فهمت وقت رجعت الكونتاكت معاه بالقدام ريقلكم ما عندي حتى معاه حتى مشكله الصحفيين المقربين منه خلينا نقرب الحقيقة، اي نعرف الصحابة برشا اي صحفيين اي كان وقت قرب منه برشا صحفيين يمشي له فهمت حتى الدار نتاعه اي ويقول اي له حاسيب باهي اوكي سيبو عرفت شكون يعني. حاسيب وانت تعرف وانت حاسيب ومن بعد مشينا لبلجيكا من كوريا مشينا لبلجيكا كيف بلجيكا لعبت ماتش باهي مريقل زيسكا وقت الاربيتر تعاركت انا وقت الديفونسور بتاعهم
خذيت كارتون روج، فهمت؟ روحنا لتونس، ما قال لي نورمال ساغيف واحد، قال لي تافي ان بو ماتش نورمال وانسى وتنكت با، فهمت؟ وقتها هو خايف، قال لي انا تو خايف، قال لي الكارتون روج وقت مشيش تحسب في الجورني فيفا، وعندنا وقتها الشيونس بتاع الكوب دافريك، فهمت؟ جاي قلت له ان شاء الله ان شاء الله. من بعد ستاج اللي بعده شيونس بتاع الكوب دافريك، وقتها الجروب كلها تلمت نتاع العاده، معناتها كيب العاده نتاع الكيب ناسيونال، ما راني الا نشوف روح كان في التريبيون اور ليست، معناتها وقتها اور ليست نتذكرها كي تو انا وبلبولي وصبر خريف. ماتش شكون وقتها؟ ماتش الاول لعبناه في تونس وربحناه سيتي جيني جو كرو، فهمتك. ما عجبكش الديسيزيون؟ ما سكت على روحي نورمال، قعدت باش انا ما عنديش شكل نلعب تيتيلير نبلبز ولا قادان نبلبز، لا بالعكس قعدت وصاب مع الوقت، جوي صاب الوقت يلعب في مارسي وقتها ولا في اي ايفيون؟ في فيون جو كرو، في فيون مش المرس وقتها، ما عادش في فيون ولا مرسي حاسيلو، وانا بيزار. بلبولي زاد بلبولي، فهمت؟ بلبولي تيتيلير، جيت تحطه جرادان صاب خيفه زاد تيتيلير تحطه جرادان، وانا تيتيلير تحطنا جرادان، معناتها احنا مشينا معاه، معناتها لعبت معاه لو دو ماتش وريته شنو، فهمت؟ حاسيلو انا ما نعملش مشاكل، ما قلت حد شيء. وقت عندنا زاد دوزيام ماتش في مصر، فهمت؟ في مصر وقتها في مصر ما مشيش انا لمصر، وقتها عملوا البريزيدون وقتها بتاع في قطر كلمني، قال عمل عليه بريسيون، قال لي تروح كسر لك الكونترا، فهمت؟ عليك قال لي في قال لي وقتها مليون، من انت رفضت الدعوة ولا حاجة كما هيك؟ لكن بعدك وقت ترشح لك بدها فيه حكاية طويلة باهي حاسيلو. باهي باهي، كمل لي مثال. مش نبدأ لك بالسياسة، بعد اني اي مثال. انا البروجي هيك روحت ما مشيش معاه من مصر، مشيت حكيت مع البريزيدون وديع، سي وديع الجري، قلت له راهي سي وديع عندي مشكلة هيك هيك هيك، قال لي كيفاه؟ قلت له والله، قلت له شو نقول له، قلت له راهو كلموني قالوا لي ما تروحش باش نفسخ لك الكونترا نتاعك، قال لي شوف حتى نحكي مع لونترنير نشوف ما عندوش حق هذا عايزه. هو ما عندوش حق قانوني، ما عندوش حق، فهمتي؟ هم هددوني هيك بطريقه هيك باش انا نروح، مش احكي مع لونترنير كل شيء تفاهموا، عيطوا لي قالوا له اوكي باش نخلوك تروح، ومن بعد راهو الناس بتلقى معاهم حل، فهمت؟ من بعد قعدت نمشي، رجعت نجي لكيب ناسيونال، فهمت؟ سجلت اللي بعدها مشيت جيت لكيب ناسيونال وترشحنا كوب دافريك، فهمت؟ ما لعبت مع حتى ماتش تيتيلير على فكره، مع اللي كان جس كوب دافريك 2012 في غينيا استوائية هكا. تصفيات وقتها التصفيات ما لعبت حتى ماتش تيتيلير، ما لعبت شكون يلعب وقتها؟ كومار يلعب اتاكون وقتها، مش مركز على اتاكون، فهمت؟ كومار يلعب اتاكون، لعب مرة لعب الشرميت جو كوا، مرة باردون مرة لعب الروج اسمه فخر الدين بن يوسف، فخر الدين بن يوسف، مرة لعب صابر خليفة اتاكون، كل مرة يلعب ما عندوش معناتها وانت اتاكون لما فيكس، تحكم المخ واي انا حاسيله نحام من مخي حاسيله شنو. من بعد ترشحنا كوب دافريك، خرجت ليستا كوب دافريك انا ما فيهاش، ما عيطليش في ليست كوب دافريك، فهمت؟ قلقت برشا، العكيشي كان زاد وقتها. اي العكاشي، العكاش لا حتى العكاشي ما كانش، فكرت اي اي صحيح صحيح العكاشي بعد مش جي اي موجود، اي العكاشي مش موجود، العكاشي ما لعب حتى ماتش، العكاشي مش موجود حسيب. من بعد ضربه وقت ترب في خديجه بن يوسف وصابر خليفه، فهمت؟ كلموني، صحيح. كلمني سواد يا جري، قال لي لازمك تجي، رانا حاشتنا بيك و لونتونار وحنا تحب، وحنا ولونتونار يحبك تجي، قلت له باهي معناتها حتى مشكل نجي اوكي، قلت له ابعث لي الفاكس معناتها بي الكونفوكاسيون، دافيون لا كونفوكاسيون دابور الكلاب نتاعي ومن بعد انا نجي، فهمت؟ كي بعثوا لي وقت بدات المشاكل مع الكلاب نتاعي، ذكر سيليا هيك وقتها، تو في سيليا، سيليا وقتها وقت البريزيدون قالها لي
حطني قدام امر الواقع، قال لي كذا جاو حاشوتهم بيك وانت مير بيتام تاع كيب ناسيونال، علاش ما عيطولكش من الاول؟ علاه عيطولك؟ هو قالها لي استاذ، قالها لي علاش علاش عيطولك كوم كوا انت معناتها غوت سكور معناتها، فهمت؟ قال لي بالنسبه لي اني راني ما سايبكش تمشي، اني ما احترموش الجواري بتاعي، فهمت؟ ما احترموش. قال لي بالنسبه لي انا ما سايبكش تمشي، وحلت غادي ونعفو في قطر، ما تنجم تخرج كان من المطار الا بوتيزاسيون بتاع الكلاب نتاعك، ما كانش ممكن تخرج من المطار. انت ايش قلت له وقتها؟ قلت له لا نمشي، ولا قلت له اسكت له، قلت ولا له قلت انا له مش تعال نمشي، انت حتى وقتها؟ حكيت مع انت سيسيان موقفك وقتها، شنو؟ انا لا حبيت نمشي كبدا فيك وقتها كانت كبدا فيك السابعه نتاعي، يعني كنت مش نعمل اكثر جوار لعب كبدا فيك في تونس، مهمة برشا بعد هذيك انت. اي مهمة برشا لي انا اي زاد. ولازم تحط حتى بينك وبين روحك بدي فيك، تستحق تكون من الاول معناها اي عادي، من معناها الاول تي وسائل عادي، في الكورة انا معناها اوكي انا تمون نحب الكوره ونحب الكيب معناها ناسيونال في بالك. تونس، نورمال قلت نمشي، فهمت؟ قعدت تونكروناج سامي قال لي انا ما عنديش حتى حل، ما نعرفش كيفاش البريزيدون باش نعمل له، حاول سامي معايا مع البريزيدون، البريزيدون شد صحيح. قعدت ما كما نجمش كنت مثلا زي ما تابعة في الفيفا تشكي ولا حاجة هكا، ولا ما حبيتش تكبر الحكاية انت؟ لا ما حبش نكبر الحكايه كهو، بعد انا قعد تصور انت فات كاترير والتليفون ما حبش يسكت 24 ساعه وانا نطلب وهم يطلبوا فيا اش عملت، واه في الاخر طلبت انا سي وديع جري، قلت له صعيب برشا، فهمت؟ ما نجمش نمشي. ومن بعد عيطوا للعكاش، اش قال لك يا بدي عجلي؟ قلت له انا ديجا، قلت له انا من كان جيت انا بامكانيتي نخرج من المطار تو نهز الدبش ناخذ بيه على حساب ونجي، قلت له مشكلة في دبي في قطر ما تنجم تخرج من المطار الا معناتها بوتيزاسيون من اي هو شو رد فعله كان؟ اش قال لك؟ شكون؟ هو شو رد فعله وقت اش قال لك؟ حسك ان انت تملم، ولا حسك ان انت تحب تجي وفما لا مشكلة؟ لا هو يعرفني ان انا نحب نجي، ويعرفني انا نحب الكيب ناسيونال، واحد هو دي وما عنده حتى مشكلة معايا، يعني بالعكس يحبني برشا فهمت. اي بلبولي عصام قال لي، شنو تحكي في الديريكت؟ وينه ما ينشو فيه؟ بعث لي ميساج على البرايفت، عاملين جروب، اوكي احنا تمام. عاملين جروب انا وبلبولي وكريم حقي وكريم سعيد وسامي العلاقي، سلم عليهم الناس الكل. ونعمل دو فوا دي تشالنج، فهمت؟ كل مره واحد يطيب حاجه ونصوراها اليوم بعثوا لي تشالنج، سامي العلاقي يعمل 10 كيلومتر 10 كيلومتر، وقال لي الناس بتعملهم الواحد واقل وقت مني انا، فهمت؟ هكا وعملوا اليوم كريم بجد سعيد، بجد روحك ولا ايه؟ بيان سور قلت له اعطيني غدوه ولا بعد غدوه شتون فا معناتها نبعثك التشالنج نتاعي. يا فهمت؟ عصام، رغم انت كما قلنا حكينا الهداف التاريخي في المنتخب، ديما فما انتقادات لعصام جمعة. ديما انا في البيرو مع كابتن ديما ما نعرفش لحظتك عليه، هو والله ما نعرف هذه، ما فهمتهاش، فهمت؟ بالرغم حتى وصلت الماركي والعباد مش راضي عليا، فهمت؟ تحس وراها حاجة ولا سبونتاني على العباد ما قبلتكش، ولا شنو هي بالضبط؟ ولا ما تعرفش تلو؟ قبل كنت كانت توجعني برشا، وصلت اللي انا نخمم بالخايب برشا، فهمت؟ شفتو فما ماتش اللي صارت فيه برشا مشاكل، اللي انا هزيت ايدي ومعناتها وعملت قلت الجمهور ماشي اسكتوا الملاوي. ماشي الملاوي، وماركيت فيه اثنين بلاش، خرجوني من الماتش معناتها، ما عملنا عصام فيه اثنين. بالله سامحني باش نقص عليك، باش تقص، خاطر انا حق في ساعه نعاود اللانس الديريكت وعاود ندخل من اوكي جديد. اوكي